السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج البلندر برنامج رائع مذهل عجيب. برنامج لما بنيجي بنقارنه ببرامج زي ال 3 دي ماكس والمايا، وفي نوع كتيرة بيتفوق عليهم، وبرنامج مساحته لا شيء بالنسبة للبرامج دي. يعني البرامج دي في حدود 15 جيجا، ده بينزل مثلا في تلت جيجا حاجة كده لا تذكر، 300 ميجا 400 ميجا، حاجات بسيطة خالص. وبتلاقي في حاجات كتيرة جدا يمكن مش موجودة في 3 دي ماكس ولا في المايا. برنامج تعمل بيه أفلام احترافية ومجانا، البرنامج مجاني والتولز اللي جواه تقريبا كلها مجانية، يعني حتى الأدنس بتاعتها بتلاقيها مجانية. طيب البرنامج ده ممكن تعمل بيه حاجات كتيرة جدا، يعني هو ممكن تستخدمه كمحرك ألعاب، ممكن تستخدمه تعمل بيه نماذج، ممكن تعمل بيه إيديت للفيديو، ممكن تعمل بيه ريندر، ممكن تعمل بيه أنيميشن، ممكن تعمل بيه حاجات، في حاجات فيزيكال، في حاجات انت تخلي في حاجات تسقط وتخبط. ان شاء الله نعمل فيديوهات تشرح الحاجات دي بتفصيل، وفي بعض الفيديوهات انا كنت اعملها هسيبها لكم اسفل الفيديو. لكن البرنامج مجاني. طب المبرمجين بياكلوا ازاي ولا بيشربوا ازاي؟ هو معمول اوبن سورس بحيث الناس كلها بتتعاون فيه، كل واحد بيضيف جزء بسيط، والناس بتكسب من خلال ان هي مثلا بتعمل شروحات، او انها بتعمل اداءات مثلا، او بتعمل تخصيص، او بيعمل تريننج وهكذا. ف يعني انت لما تشتغل على البرنامج دوت تبقى مذهول من المساحه الصغيره بتاعته، من الجوده، ومن الامكانيات الرهيبه اللي موجوده معاه، والشاشه بتاعته يعني مش معقده ولا حاجه. يعني يعني البرنامج كل شويه بيطوروا فيه وبيعملوه بشكل جميل جدا. طيب انا كده قلت له مثلا ان انا عايز انحت، فجيب لي كل ادوات النحت تقدر تنحت فيه بشكل سهل جدا، ماشي. وانا بفضل الصراحة ان انا استخدمه في ان انا مثلا اعمل عليه ريندر، ان انا اعمل عليه مثلا جزء معين عايز ابنيه هنا لذيذ. انما محرك العاب بروح للانريل، لو في ايديت للفيديو ما بروحش ليه. الايديت للفيديو عند برامج كتير جدا اوبن سورس ممكن تعمل فيه ايديت للفيديو، فحرام ان انا استخدم حاجة بالقوة دي في ان انا اعمل تحرير الفيديو، هياخد منك وقت كتير قوي وصعب. يعني عندنا برامج لا تعد ولا تحصى يعني زي ديفينشي مثلا. طيب خلينا نشوف مثلا ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في البيم. ممكن نعمل نمذجه، ممكن تعمل جزء معين مثلا. لو انت بتتقن البرنامج هتلاقيه سهل، يعني في ناس متعوده مثلا انها تعمل حاجات على ال 3 دي ماكس مثلا وتدخلها في الريفت، هنا ممكن يكون اسهل. لو انت عايز تعمل ريندر، هو في تولز كتيره عامله زي الفي راي كده تقدر تعمل بيها ريندر. الذكاء الاصطناعي بقى كتير جدا الناس بتعمله مخصوص للبلندر، يعني تكتب كده تكست تقول له اعمل لي كذا وكذا وكذا، فياخد التكست ده مش يجاوبك بقى التكست، يجاوبك بموديل 3 دي، تمام. طيب تقدر تعمل سيموليشن ومحاكاه والحاجات دي كلها، بحيث ان انت تبقى عامل نماذج لكل حاجه، بحيث مثلا دي لما تخبط في حاجه هتظبط ازاي والحاجات دي كلها. ففي امكانيات كتير جدا فيزيكال زي كده، مثلا ممكن تقول له الحاجه دي خاضعه للجاذبيه مش خاضعه للجاذبيه، الحاجات دي وهكذا. ففي حاجات كتير خاصه بالفيزيائيه موجوده فيها، تقدر تعمل محاكاه للتدفقات الهوائيه، التدفقات المائيه، بتقدر تعمل بتقييم لاداء المباني، تقدر تستورد وتسترد الاي اف سي اندستري فاونديشن كلاسز بشكل سهل جدا، فده يخلي التحكم في المعابد بشكل حلو. ممكن تعمل الموقع العام والمناظر الطبيعيه والمساحات والحاجات ديت، تقدر تعمل عروض تفاعليه، تمام. كان في جيم انجن، بس انا بقول لك روح الانريل افضل. وكل شويه في مطورين حول العالم بينزلوا ادوات، يعني اول ما حاجه طلعت للذكاء الصناعي يعتبر ده اول برنامج من البرامج لقينا فيه. ممكن يكون في حاجه ثانيه ما اعرفش، بس ده اول واحد سمعت عنه. ان بعد كده الفوتوشوب والحاجات دي كلها ده بدأ يبقى فيه حاجات بالقوة دي. فبرنامج جميل جدا ننصح بالتعلم فيه والتعامل معاه، وهيفيدك بإذن الله. وهتلاقي طول ما انت شغال كل شوية ادنس بتفيدك في شغلك. انا من ضمن الحاجات مثلا اللي ممكن بستخدم فيها، لما تيجي تصدر من الريفت لحاجة تانية للرندر وكده، انريل، يونيتي، الحاجات دي كلها، ساعات بيطلع حاجات مش مظبوطة، فبدل ما بدخلها على 3 دي ماكس وبعد كده لا انا مش عايز استخدم حاجة قدر الامكان، ف لازم اكون شاريها يعني. فهنا لقيته ان هو بيوفر معايا ومجاني، فبدخله هنا واروح مظبط الحاجات بين العناصر. ساعات بتبقى فيها مشاكل لما تصدرها للانريل او
او اليوم حتى بيبقى في بعض المشاكل هو هنا بنحلها.